هذه القصة لا أصل لها إطلاقا، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقول من أحدث فليتوضأ في تلك الساعة، ولا يلزم الناس جميعا أن يتوضأوا من أجل جهالة الذي وقع منه هذا الصوت، أو أن يلزم الأمة عامة أيضا. على كل حال هذه القصة باطلة، والصواب من أقوال أهل العلم وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل سواء أكله نيئا أم مطبوخا قليلا كان أم كثيرا، من جميع أجزاء البدن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم توضؤوا من لحوم الإبل. وسأله رجل فقال يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فلما وكل الوضوء من لحم الغنم إلى مشيئته دل ذلك على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعا إلى مشيئته، وهذا هو معنى وجوب الوضوء من لحم الإبل. نعم. إذن يلزم المسلم أن يتوضأ من لحم الإبل، والقصة المنسوجة حول هذا الذي توضأ لأنه أكل لحم إبل أو هذا فهذه ليست صحيحة. نعم. أحسنتم وفقنا الله وإياكم.